أمل في البداية، ليش عندنا هذا المعتقد في المجتمع أنه الشخص لما يكبر خلاص راحت عليه؟ حقيقة أن هذا المعتقد يكبر وينتشر أكثر في المجتمعات اللي تتبنى ثقافة الاهتمام المبالغ بكبار السن، وأن نحن لازم خلاص كبير السن بعد فترة من الزمن لازم الحين وقت راحته، والحين لازم نهتم ونوفر له أشياء كثيرة. فتشوف هاي الشخصية، إحنا نبني شخصيات متكلة على المجتمع، معتمدة بشكل كبير بعد سن معين على المجتمع، في حين أن نحن ما نفترض حاجة الكبار السن لهذه الأمور أو لهذه الراحة اللي يحتاجونها. وفي الحقيقة نحن مو قاعدين نوفر لهم راحة، لأن بتلاحظ بعد فترة من العمر، خاصة الناس لو نتكلم عن الناس في مجال الأعمال مثلا، إذا تقاعد بعد 3-6 شهور يبتدي يدور على فرصة أخرى. ليش؟ لأنه هو ما زال عنده طاقة، ما زال عنده حيوية. بثقافتنا اللي قاعدين ننشرها قاعدين نخبط هذه الطاقة، قاعدين نخليه يفقد حيويته، يفقد شغف البحث، يفقد شغف التحدي للمجتمع أو للأشياء الجديدة في حياته. فنحن السبب أعتقد. يمكن هذا اللي كبار السن، بس حتى في أوقات شبابي أمل حتى في الثلاثينات يقول لك أنه مثلا لو يبغى يغير من مجال لمجال يقول لك أنه لا، أنت خلاص كبرت على هذا الموضوع، أوريدي مثلا لك 15 سنة في هذا المجال، لسه تبغى تغير من أول وجديد. فهو يعني الموضوع مو بس مختصر أنه على كبار السن، هي فكرة أنه التغيير وعمل شيء ما هو مألوف لسنك، هذه هي المشكلة. أرجع أقول هي ثقافة مجتمع، هي طريقة تفكير. يعني ممكن على كبار السن أو حتى اللي هم الشباب الصغار، الخوف أحياناً من التغيير يخليك تدور على أسباب عشان تتراخى عن تحقيق شيء جديد. فتستند العمر يكون واحد، فتستند على العمر. مسألة هل العمر مجرد رقم لتحقيق الأحلام؟ يعني أمل هل فعلاً والله سارة شو رأيك؟ أنا قلت لا بكل سهولة، قلت العمر قلت نعم هو مجرد رقم. فعليا صحيح، أنا أنضم لسارة وبقوة، العمر مجرد رقم. وحقيقة العمر مرتبط بروحك أنت وشعورك أنت، كيف تشوف نفسك. اليوم أنا ممكن أشوف سارة أقول ما شاء الله عمرها 17 سنة، أشوف هاني أقول عمرها 15 سنة عشان ما تزعل. ففي أشخاص ممكن يكونون كبار في السن، ولكن لأن روحهم وشعورهم أنهم ما زال لديهم الطاقة وأنهم شباب وأنهم صغار، فما يبين عليهم هذا الشيء، وتحصل عنده الطاقة إلى آخر يوم من حياته. أوقات ما يبين على الشكل أو ما يبين على الوجه، ويمكن شكلي يبين مثلاً 17 زي ما قلتي، لكن صحتي تكون متدهورة لدرجة أنه أنا كأني عمري 70 سنة، ما أقدر أطلع الدرج مثلاً أو أتعب بسرعة. فهنا كمان قد إيش الصحة مرتبطة بالعمر. يعني الواحد لازم يستثمر أنه ويقول أنا كيف أبغى أعيش لما أوصل 60 أو 70 أو 80 أو 90، أبغى أعيش لآخر يوم أنا أكون موجودة فيه في الحياة، لكن كيف إذا ما عندي الصحة. قبل فترة، يمكن قبل يومين بالضبط، كنت أتكلم مع أحد المتابعين عن هذا الموضوع. كنا نتكلم عن الاستثمار الصحي، وهذا أحد الأشياء. مثل ما أنت تفكر في أنك تستثمر فقط لتسوي لك بيت، تسوي لك عقار، تسوي لك مشروع، لابد أن ننتبه على موضوع الاستثمار الصحي، ونبتدي نحن نزرع هذا الشيء في أطفالنا من الآن. يعني نحن كيف نربي مجتمعات أو جيل جديد يعتمد على هذا المفهوم ويدخله في حياته، يكون في ذهنه، في تفكيره. فأنا أيد موضوع أن صحتك هي اللي بتشلك في النهاية. نعم. أمل خلينا شوي، أنا ودي أعكس الموضوع. أحياناً كثير من الشباب المجتهد الطموح يمنع من استلام مثلاً مهام أو مراكز قيادية لأن عمره صغير. أوكي. أنا لفيت لفت علينا. لفة ثانية. فإحنا كمان إنه مفهوم العمر إنه إحنا لما نشوف موهبة، يعني إذا إحنا نبي نطبق هذا المفهوم على كبار السن أيضا، أو نخليه مفهوم عام، إنه الشخص إذا كان هو جدير بالتحقيق حلمه أو قاعد يسعى بغض النظر عن عمره كان كبير ولا صغير. فأنا على أساس ما ألف هذه اللفة، خذ راحتك. لو الإنسان يعني يبي يحقق حلمه، لكن بينما بين نفسه أو نظرة المجتمع يقول إنه أنت يعني
عد عليك هذا الشيء خلاص راحت عليك. شوفوا أنا دائما أضرب بدولة الإمارات مثال في هذا الموضوع، وممكن شفنا نحن كانت عندنا أصغر وزيرة ونشوف تمكين الشباب اليوم. فأرجع أقول هي مجتمع، حكومات كيف ترى أبنائها، كيف تستثمر في شبابها. نحن الكبار أحيانا لما نشوف هاي الموهبة نشكك فيها، يعني هذا شيء طبيعي لدى الإنسان. لكن لو بدينا نحس أن هذا الشخص ما يهدد مكاني، ما راح ياخذ مني شيء، نجاحه ما ينقص من نجاحي، هني راح نوصل لهذه المنتلتي وهاي العقلية في التفكير. هل في خطوات عملية أو نقدر نساعد فيها أي شخص يعني في هذه زي ما يقول أزمة اللي أنا أبغى أسوي شيء لكن المجتمع موقفني أو الناس اللي حوالي أو عائلتي عشان خايفة علي بتوقفني، كيف نقدر نخليه بخطوات عملية يطلع من هذا الخوف؟ زين، أول خطوة أنا لازم أبرمج عقلي، فأستخدم بعض المحفزات، الصيغ، يكون عندي مثل شعار مثلا في الحياة أني أنا أستخدمه بحيث أني أنا قادر أني أسوي هذا الشيء. قبل فترة نحن في تويتر كنا مضايقين من كلمة متقاعد، عشان دائما نقراها مت وقاعد. والله ما شفت أنا بهذه الطريقة، أنا استنى اليوم اللي أتقاعد فيه صراحة. راح تملين بعدين سارة. كلنا شوفي هذا كله توجه فكري يعني يصير في المجتمع. فالناس اللي هم ممكن يتقاعدون على 40 و50 سوينا ضجة شوية في تويتر، ليش هذا الاسم؟ التسمية يعني. هي التسمية، فرحنا اخترنا لهم المتقاعد فارس العطاء. فتخيل أنت هذا. بس لسه في متقاعد. هي موجود بس يعني ما نقدر نغيره لأنه مستخدم في كل المؤسسات. أوكي. في كل في الحكومات في الدول. فأنت لكن هذا المتقاعد ترى مش عشان أحطه على جنب، هذا فارس العطاء. اليوم هو شخص يقدر، هو الأقدر على إعطائي خطط استراتيجية، هو الأقدر على التخطيط، هو الأقدر على وضع منهجيات. فأول خطوة أني أنا أعزز لديه ثقة بالنفس وثقة بالإمكانيات. ثاني خطوة أبتدي أحط إمكانياتي على الطاولة. أنا اليوم شخص كبير في السن، شو الإمكانيات اللي عندي؟ شو أهم إمكانية اللي أنا أقدر أعول عليها عشان تخليني أتقدم وأحقق الأحلام المؤجلة أو الصعب تحقيقها؟ بعدين كيف أوظف وأخطط لتوظيف هذه الإمكانية اللي أنا استخدمتها؟ دائما نحن نقول الاستخدام الذكي للموارد وإمكانياتك هذا مورد. الخطوة اللي بعدها أني أنا دائما أقيم هذا الإنجاز، شو اللي صاير معايا، أنا ماشي مش ماشي أوكي، شو الخطوات اللي لازم أسويها. وأعزز كل ما أحقق نجاح أحتفل بهذا النجاح، هذا بحد ذاته محفز أني أنا أستمر. صحيح. شكرا لك أمل. قبل ما تقولولي شكرا أنا كنت حابة أنهي هذا اللقاء الجميل ببيتين شعر. أوه يا سلام، يلا. رد على موضوع أن العمر لا يرتبط ب. هذه كتابتك أنت؟ لا أنا قريتها في مكان بس ناسي اسم الشاعر. عمري لا يعد، عفواً، عمري بروحي لا يعد بسنيني. فالعمر عاد على الهواء وخربطنا العيد. تبغى أمسك الكتاب عادي، خذي راحتك. عمري بروحي لا بعد سنيني، فلا أسخرن غداً من تسعيني. عمري إلى 70 يجري مهرولاً والروح ثابتة على 20. يا سلام، صح ثاني. ويمكن الخلاصة من هذه البيتين إنه مدام يعني رب معطيني نعمة الحياة، إذا أنا أعيش كل يوم يعني أنبسط فيه. فعلاً إنه العمر بالنهاية مجرد رقم، ولا نخلي يعني هذه الأفكار النمطية تكبلنا وتحد من طموحنا ومن أحلامنا. شكراً لك يا أمل. شكراً يا أمل. شكراً.